أنت ذكرت الاقتصاد والتعليم والصحة، وذكرت المراحل التي مرت بها إيران وأن هذه مؤسسة واحدة وهي من تدير البلاد، لكن هناك من يرى، وأنتم ربما تكونوا جزء من هذا الرأي، أن هؤلاء ذهبوا بإيران إلى الهاوية. هذه المجالات التي ذكرتها، الاقتصاد وكذلك التعليم والصحة، الوضع متردي وهناك أزمات داخلية كبيرة، يعني الوضع يختلف. كيف ستواجه هذه المؤسسة الدينية كل هذه الأزمات؟ هم لا يهمهم لكون لا عندهم عقيدة إنسانية ولا إسلامية ولا أخلاقية. المهم بأن يبقون بأكاذيبهم وبدجلهم وباضطهادهم وبقمعهم وبسرقة الأموال. السيد الولي فعلا هو أحد أثرياء العالم، والشارع جوعان لا يجد رغيف الخبز ولا يجد الدواء ولا يجد التعليم وإلى آخره. ما يفكر بالإنسان، يفكروا بنفسهم، وهم فقط إذا واحد يتحدث وياهم يجيبوا لهم بعض الأمثلة بأن الإمام علي أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جوعان ولا تعشى ولا تقدى، وأنت لازم تصبر ولك الجنة. عندهم فرد أمور ما يتقبلها الإنسان، يعني خارج عن العقل والمنطق. عندما وليهم القبل الخميني، يعني أنا هذه الأمور متابعها، يقول نحن نقتل حتى ندخل الجنة، وإذا قتلونا ندخل الجنة. يعني هم بكل الجانبين يفكرون بالجنة، والجنة إن شاء الله بعيدة عنهم لكون الكافر ما يدخل الجنة. نعم أستاذي، ولكن من أين تستمد هذه المؤسسة الدينية والولي الفقيه؟ يعني هناك سواد أعظم ربما يوافق هذه المؤسسة على كل تصرفاتها، يعني أنت تحمل المسؤولية وكأنها لنخبة معينة ومعدودة، يعني هل تحظى بأغلبية شعبية وتستمد قوتها منهم؟ لا، أنا تحدثت بأن هنالك كلوبي، يعني عنده أولا من ناحية العقيدة منتفع هو، ومن ناحية يعني المادية منتفع، ومن ناحية السيطرة لأي محتل أو لأي جهة تحكم فترة زمنية. خير دليل بأن الاتحاد السوفيتي فترة زمنية حكم، وليس كل الشعوب كانت معه، ما الشعوب مو كلها معه، يعني الناس فعلا لا حول ولا قوة لهم، مسيطرين عليهم. اليوم الأمن هو المهم، حرس الثور المهم، البسيج المهم، رجال الدين، وهم يعني الدين منهم بريء ولكن التضليل. فنعم هنالك اكو ناس موجودين، ولكن اذا نتحدث عن الشعوب وعن مجموع السكان الايراني 85 مليون نسمه، ممكن اقول لهم 25 والبقيه الشعوب مو معاهم، ولكن لا حول ولا قوه. ما ينتخب اليوم ويعني ياخذ البطاقه او الهويه المدنيه مالته ويختموها، فهذا ما يتمكن بكره يروح للطبيب او يودي يعني اولاده الى المدرسه او مكان اخر. هم ماخذينها بالقوه والاضطهاد بدون نعم. بدون انساني. هذا الاضطهاد هل سيطول؟ يعني انت ترى حتى مع هذه المشاهد الانتخابيه التي تراها بانها تمثيليه، الى اين ستصل بايران؟ إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. نعم هم فعلا ينتهون، ولكن يعني من بعد فترة زمنية، وتحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى مشاريع. أنا دائما أتحدث ومن خلال فضائيتكم الموقرة، لولا دعم القرب، وأكد لولا دعم القرب والأمريكان والصهاينة لما تمكن هذا النظام يبقى طيلة هذه الفترة 45 عاما. أما هذا الشعب هذا مثل ما أقول الدعاية ضد وكذا الآخر، بيناتهم مصالح. سيد الفاضل هذا مشروع متكامل لتدمير المنطقة بكاملها، لتدمير المنطقة بكاملها. واليوم اللي قاعد يتفضل، يعني اليوم ماذا يفعلون في لبنان، ماذا يفعلون في اليمن، ماذا يفعلون في العراق، ماذا يفعلون في سوريا وفلسطين؟ أين الرأي العام العالمي؟ أين المنظمات الدولية؟ أين الحقوق الإنسان؟ بمعنى مدعومين من قبل العالم، أو يعني مصالح العالم، أو صمت أو سكوت، حيث العالم الغربي والأمريكان مو متضررين مثل ما نحن متضررين، أو المنطقة متضررة. إذا ذكرت الدور الإيراني في البلدان العربية والمزعزع للأمن والاستقرار عبر الميليشيات الإيرانية وعبر دعم هذه الأذرع الطائفية في المنطقة بهذه الممارسات، هل نقول بأن إيران وصلت إلى محك خطير؟ يعني بعد هذه الانتخابات وبعد هذا التصعيد في المنطقة لهما بعده؟ لا بد تكون صحوة عربية، صحوة إسلامية. هم حتى القرآن قاعدين يحرفونه اليوم. آية أحد العلماء اللي هم تابعين لهم
يتحدث عن آية معينة خلها باسمه جيرها باسم، بمعنى هم ساءوا للإسلام، ساءوا للدين، ساءوا للإنسانية. نعم، وأنا يعني أراهم منتهين، لابد يعني غير ممكن يتمكنون يبقون كما يعني هذه الفترة اللي مرت عليهم. فبالتأكيد رأي العام العالمي والعربي بالذات يعني يكون يعرف بأن هذه جرثومة قاتلة، مرض يعني مثل ما أقول متسع في 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 المنطقة. لا بد أن يضعون الحل حتى نتخلص من ولاية الفقيه وعقيدة ولاية الفقيه ومن يتبع ولاية الفقيه. ونحن في القرن 21 سيدي، اليوم العلم، العلم يعني التآخي والاحترام وحقوق الإنسان فهو الحاكم يعني، وليس هذه القزحبلات اللي هم قاعدين يعني يكذبون فيها على الناس.